تقوم المرسية على فرضيتها الرئيسية شن وأن المرأة هو كل إي وكل إن واحد، بحيث يشمل مبدأ تفرد الكل شا مجموع كل أجزائه ككل. وبهذه الطريقة يمكن فهم ذلك بالنسبة إلى المصيون القدماء الجنة إنسان ولنسان سماء وكل للنس نقطة معا هم سماء وللسماء إنسان واحد. والمع يتعلق المر بفهم الكون ككون بهذا حي وككيان يلن وما بالتفاعلة المتنوعة أي غياء متجانس لي وبالة معقد النقطة فجوهره يا عالم المقدس والدنيوي، حيث تم اعتبار كل عمل في النظرة المرسية للعالم وعلم نشأة الكون. لما كان هناك فرق جوهري بضع على أنه لا تمثيل أألا لهذا الفعلها مهما كان في عالم النشاط إلى لألف مبتذل. وبهذه الطريقة تم تنفيذ كل عمل من خلال فكرة واعية أن الفعل المنفذ نفسه أصبح إلهي، مما نيعي أن كل إنشعال إلردي كان فنفس الوقت ألف إلهي نألف نلف. إن معرفة الذات تعي فضل هذه الفرضية، فهم المرسيون القدماء أن الإنسان سانة هو نموذج للكون وبالة أيضا معرفة الكون. أيضا لقد فهموا أن جميع العلوم تشكل ألف ألف كل، وكذلك التخصصات وعلم الفلك والطب والرياضيات والفن إلى خنقطة كانت لأجزاء من هذا الكل كوحدة وبالة يمكن معالجتها بشكل منفصل من هذا المنظور. من المفهوم أن الفن والعلم والدين مرتبطون ألف ارتباط ألف وثيق. مع إخذف اعتبار ما سبق رأى المرسيون القدماء فالكون ألف عمل ألف واعي من خلق إله عظيم لم يتم تمثيله على هذا النحو نقطة، ولكن من خلال وظائفه أو صفاته جمرت الكلمة اليغليفية راؤني على أنها إله، ولكن يجب فهمها ليس على أنها إله فحد ذاته، ولكن على أنها الوظيفة الكونية أي وظيفة للا رن تتجلى بطرق مختلفة ح فكون نقطة. وهكذا إذا كان الإنسان قد خلق على صورة للا فإن الإنسان يمثل صورة كل الخليقة. بهذه الطريقة تم التعبياء عن الأفكار الكونية ونشأة الكون لمصر القديمة من خلال الإلساط ورموز كوسيلة مثالية لتمثيل الميتافياء المفاهيم يقية عن عناصر التواصل يرس. لذلك تصبح الأسطورة ألف المعرف فعمل مرس حلم، حيث تتالف المأساة وتروالي كعقدين متناقضين كجزء من الكلية ألف تمام كما يحدث مع القوان ياء الكونية. ولهذا السبب تفتقر الأسطورة ثمرس القديمة إلى القيمة التاريخية أنها تكتسب فقط معناها العميق في لحظة الكشف عنها نقطة، وفي تلك اللحظة بالذات تتحول إلى معرفة علمية وفلسفية. أل من جانبهم ستعمل الرموز كوسيط مثا يسمح بتمثيل الواقع وبناء المعرفة من التمثيل المذكور للنقطة وبالة، فإن الواقع ليس حقيقة بل هو تمثيل للواقع. نال قد تبى قدماء على المرسي رموزهم من العالم الطبي من أجل التعبية ليس عن الفعل المحدد، ولكن للتعبياء عن مع مبدأ محدد مرتبط بهذا الفعل نقطة. على سبيل المثال مشهد البذر والحصاد المصور أرمن ضد فاء قاف ياء لن يتم تفسيه عي لأنه إنما فعل بمعي أنا ما زرعنا البذر والحصاد لكن كعمل عمة تجاوز رسالته على الروحانية ياء حصد ياء المرسي ياء. لكن ما هو مفهوم الإنسان عند قدماء؟ ألا أبا ولد من دموع فرح الخالق أتمرع عندما استعاد والده أأل اللهة شو أو تيفنوت من رس أول أسطورة شائعة تقول أن الجنس يرس إئلل على أن لوجود الإنسان صفة إيجابية أن ما هو يهو ألف مما يدل من خلال هذا الفعل دمياه بفي جوهره هوى مبا من إئلهية ثمرة نشوة عليا تنبع به كل الخلق. تتأمل إصدارات أخرى من أسطورة الخلق والدة الإنسان على أنها تتويج لعمل الخالق وهو العمل الذي وبالة بعد خلق آلهة أخرى وشياط ياء وكيانات مختلفة يكون الخالق من خلال الطياء وبمساعدة طريق هائل له نقطة للنص ذلك بياء نرس فمدينة منفيس أو إلون له خنوم يمنح نفسه نسمة الحياة للب مرس مع الحيوانات والنباتات وسيتم إنشاء ألني لي بحيث يعيش الكائن الجديد فوقت الحق كي فحديقة النقطة بعد ذلك الفو منحض وبهدف احتواء قوى رسية مع نفسه على رأسها ألنه ست الملوك والسياسة للرجال حيث استظهور أول منظم تنبي نقطة. فمرس القديمة كان الفرعون هو نفس إل الله المتجسد رس لم يتم خلق لبك آلهة ولم كأرواح طبيعية فهم أرضيون لذلك يفتقرون إلى القدرة على الترصف ألف وفق لما هو غي مريء، ولكن من خلال حوارهم مع أل اللهة يمكنهم الاتصال مع غياء المريء مما يمنحهم القدرة ليكون ووسطاء بياء البعدين
ضاء لرها نقطة وقلل ما اتكره الخالقي ولكن باستقلالية كاملة فهم هم الوصل رسأ الإنسان هو وع بياء للعالم ياء وبلة فإنهم يتمتعون بهويتهم حرنة وحريتهم فمواجهة أقل اللهة والمفتاح هو معرفة كيفية التحكم ضف جانبهم ذات طبيعة مظلمة ولتغره والفوا نقطة واضطراب فالفصل السابع عرس من كتاب الموئي أحد ردود الفعل الرئيسية للمتوفي هل تمكن هذا الشخص من الخروج إذا لليوم رن ستبقى بعد ظاهرة الموت هو أنهاء الإنسان كهوية الموت هو تغيير ياء سيكون له ألف فحياة الإنسان وليس نهايتها النهائية وبلتن شين أيض تأث ياء أسا للإنسان على الأرض ألن ألف جزئي كبي من أفعاله الأرضية سيكون له تأث ياء على وجوده فاء غين ياء المريء كان قدماء المرسي ألف شعب لم يقسم الوجود نقطة كانت الحياة والموت ألف جزء من نفس السيناريو أحدهما يعمل كامتداد مبا وغياء متقطع لآخر نقطة لم يكن الموت مجرد موت للحياة بل كان ألف استمرار متجدد ألف وأبديا ألف جسدي وروحيا للحياة ناحية ياء يمكن فهم فلسفة الموت المرسية من خلال تحليل الفرد من بكالوريوس روح خالدة أسم توأمون من خلالها تتدخل الروح رف القلب نسخة من كل إنسان نقطة إنها القوة البالستيكية ألفاء النقطة عالم الحياة حوى النشط قاعدة الحياة بعد الوفاة كوأل تلعب بعد الموت دور رن طبقة أساسية مزدوجة من الطابع اللثي للميت آل الجسد أؤلر أثناء الحياة يتعارض الكا مع الكيب أو الظل وهو المركب رن الثائل الكائن بعد وفاته والذي يتم ياء لمجموعة من الرغبات أولولية آل تتفكك وتتجلى تحت مظهر ألف لشبح رن والعواطف والرذائل والعيوب ذا خدم التحنيط للحفاظ على الجسم أؤلر ليكون بمثابة مسكن لك هما مكونان آل ينفصالني عن الفرد كوابية استندت الحياة والفلسفة المرسية كلها على المفاهيم الأساسية الموصوفة أعاله فتن فيما بعد الوفاة نقطة الجسم المادي كله كان يسم القاطرة يمكن تلخيص كل هذا يا تعلم العيش وتعلم الموت ففرضية رئيسية واحدة لقدماء المرسي الفلسفة فمرسه ألف أيضا فلسفة أخلاقية فهمت الفلسفة ستسمح بتطوير رن تنطوي على تحقيق النقاء والن رال لسلسلة من المذاهب الفمرس عال أنها التطبيق العام نشاط نش استثنائي لسيا ودي وعال وفي حرمت الخالق المرسية الكفر والغش والرسقة والقتل بالخيانة والتحريض على ألف لشغب واضطراب ومعاملة الناس بقسوة رنح لو كانوا عبيدا نقطة كما يحضر السكر والكسل والفضول الطائشة والحسد وإساءة معاملة آل خرين وإجراء الجهاد والتحدث نقطة بالسوء عن الملك أو الوالدين ترافق تحريم هذه الأعمال رن آل تعد ياء سيئة مع العديد من المبادئ حول العمل الصالح من بينها ما ياء يزو تقديم القرابية بياء الأعمال الصالحة الأخرى الواجبة لل وإطعام الجياع وما لبس العرات رأوا أساس هذه الوصايا الخلقية وعقابها فقد فأعي المرسيون بخلود الروح والدينونة إلى اللهية بعد الموت بالمكافآت أو العقوبات التقابل إفعال رنة التم أرس رنة لإيالي في الحياة حيث أكدوا أنه عند تحلل الجسد أو موتها في إن تنتقل الروح عليا لتوى نقطة أجساد أخرى من خلال الوالدات أو التجسد نوى بهذا المع فإن السلطة الخلقية لألب هي انعكاس للسلطة الخلقية للفرعون فألشة فإلم يطورية ويمثل الفرعون حادثة بتطوره الروي ومعرفته القانون أو المرة إللو سل تأسيس إعتي المرسيون أن الزواج وري المجتمع وما يوفر للإنسان سعادة على أساس الحب والتفاهم والوفاء نقطة المتبادل كانت الصدقة طريقة المجتمع إظهار على المتناني لآلهة نقطة لقد فهموا أن إمتلاك البضائع هو هدية إلهية وأن المشاركة كانت ألف النقطة تعب ياء عنن المتناني لآلهة أكير من الفرعون إلى الموظفية تواضع استجاب الجميع الخالق أو إحساس بالعدالة أل يمكن أن ينجح إلن إذا تولى كل رجل المسؤولية عن أفعاله أمام ضميه وأمام رؤسائه وأمام مرؤسيه نقطة بالنسبة للمرسياء العدل ينبع من للئة وبياء للرجال جماياء رياء تقانوا ويتطلب مسؤولية فاعلة من جانب الفرد وخاصة فمواجهة المقدس لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو قم بزيارة قناة راو فوصف الفيديو الفيديو آلة
فلسفة اليونان القديمة.